نظمت جمعية الجلدرة لإحياء الموروث المحلي والتنمية بتوينت الدورة السادسة من المهرجان الدولي لتراث بلادي. هذا المهرجان اللي من خلاله كنخلقوا واحد الفضاء للفنان المحلي بصفة عامة باش يفرز المؤهلات الفنية والثقافية، وفي نفس الوقت تعريف المنطقة ديال تاكونيت. تاكونيت اللي عرفت طيلة أيام هذا المهرجان واحد الحركية غير عادية، لا من الناحية الثقافية ولا من الناحية الاقتصادية وحتى السياحية كذلك. وعلى هامش المهرجان هو كمعرض للمنتوجات المحلية اللي من خلاله كنعرضوا المحلي من خلال الجمعيات والتعاونات ديال المنطقة. وبهذه المناسبة نشكر كل الداعمين لهذا المهرجان على راسهم وزاره الشباب، وزاره الثقافه والشباب، قطاع الثقافه، المديريه الاقليميه لوزاره الثقافه بورزازات، المجلس الاقليمي بزاكوره، الجماعه الترابيه بتاكونيت، قياده تاكونيت، وكذلك ما ننساوش الدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه. اسم مجموعة خالد الحمري الفل البلدي والحفاظ على تراث الفل البلدي، كنبغيو نشكروا ساكنة تاكونيت على حفاوة الاستقبال ديالها وعلى هاد البساطة وعلى هاد الطاقة الزوينة اللي عطاونا. وكنتمناو ان شاء الله ما تكونش اخر مجيال، كونوا مجيات اخرين. وحنا كاينين غير باش غادي يبقى البلدي في الوجود ديالو، حنا كشباب كاينين باش يبقى البلدي في الوجود ديالو. هذا هو، شكرا لكم على هذه الحفاوات الاستقبال وعلى الطاقه الزوينه.